وسائل النقل تترك أثر في حياتنا بذكرياتنا، ولكن أيضا من خلال الظروف اللي أتت من خلالها والتحولات اللي طرأت عليها، وكأنها تتحدث عن مراحل عاش بها البلد، وعن عصور وعن عهود وأحداث عاشها الناس. صباح بغداد هادي أتوجه فيه إلى عملي، حالي حال باقي الناس، وطبعا أمر من أكثر المناطق زحمة، من باب المعظم لباب الشرقي، وهي أيضا من أقدم مناطق بغداد عبر شارع الجمهوري. هذا الشارع تم شقه عام 1959، من أجل ذلك تم تهديم منازل عديدة. في ذلك الوقت كانت الرسامة لورنا سليم تعيش في بغداد، وقد أرخت ذلك الحدث من خلال لوحات جميلة ودعت بها بيوت بغداد القديم. حالما وصلت لباب المعظم ظهرت لي وسيلتي المثالية للتنقل، وهي سيارة الفولكا، والتي تتحرك منذ الستينات من القرن الماضي، تنقل الناس بين بابي بغداد المعظم والشرقي. سيارة واسعة نسبيا ولكنها قديمة، رغم ذلك تسير بهدوء وباستمرارية بين الاستحام، تنقل الناس وتدور في هذا الفلك. سيارة الفولكا في الحقيقة علاوة على عملها الدؤوب إلا أنها توثق حقبة مهمة من تاريخ العراق، حقبة اقترب فيها العراق من المعسكر الاشتراكي، وأصبح خلالها أحد الأصدقاء المقربين للدب الروسي. فبعد انهيار الملكية وانهيار حلف بغداد احتضنت موسكو الخروشوفية انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 بالأحضان، ثم دعمت العراق وسلحته لتدخل في تلك الأجواء، تلك الفولغا الجميلة، وتنتشر في شوارع العراق. فولغا اسم جميل يتحدث عن أجمل أنهار روسيا. كانت السيارات في الستينات محدبة الظهر وتتحرك بضخامة وكأنها جمل الصحراء، ومن ذلك سماها الناس البعيرة، وبقت تحمل هذا الاسم حتى اليوم، رغم أن ظهرها قد استقام في الموديل اللاحق، ورغم أن الاختلاف كبير بين صحراء الجنوب وثلج الشمال. المقود كان مميز، كان عبارة عن كتلة عاجية تدور تحت أيادي السائق، كنت مبهور بلمعانها تحت أشعة الشمس، وكان ناقل الحركة صغير ومعلق مع المقود بحيث يتيح مساحة أكبر للركاب ويعطي حركة جميلة للسائق. موديل الستينات قد اختفى، أما موديل السبعينات فبقى حتى يومنا هذا، وحتى البلد المصنع قد أعجبه هذا الموديل ولم يغيره كثيرا. كالعادة صعدت بشكل سريع لأحشر مع بقية العابرين، ثم صرحت بنظري من النافذة إلى الناس وقطار المشاهدات السريع الذي يرتسم أمامي لأشاهد صورا جميلة من عالم كبير مركزه بضائع متنوعة من أقمشة وعطور وغيرها. تمر السيارة بأهم أسواق بغداد، الشرج، سوق الغزل والدهانة، وبأهم محلاتها العريقة، الميدان، العطاري والتمارة، تعبر بين جامع الخلفاء وكنيسة اللاتين، من عالم يذكرنا بأناس عاشوا قبلنا بتناغم وبتوافق مجتمعي كبير. الفولغا ارتبطت بهذا الخط، فعندما نبتعد عن هذين البابين قل ما نجدها، وكأن هذا الطريق هو بيئتها الرئيسية، إنها تستمر في الدوران هنا وكأنها تأبى الاستراحة، ربما ليس لها الخيار. وحتى الخط يعرف بشارع الفولغا أيضا، وتسير ونسير معها وتتغير ملامحنا وأشكالنا بمرور الوقت، وتدور الفولغا وندور معها وكأنها سعيدة بهذه المتاع. اختار السائق قناة جميلة وهو يقلب أصابع يده اليمنى على عجلة راديوه القديم، واختار صوت عذب لمذيعة لطيفة والتي صوتها الناعم يصل مسامعنا رغم حشرجة راديوه القديم الجميل، وهي تتحدث عن صباح جميل ومتفائل، داعمة طرحها بأمثلة جميلة وخواطر جميلة، بحيث
تقصر علينا الطريق المزدحم بالسيارات وبالحمالين وبالباعة والعابرين، وعندما تتوقف عن الكلام تهاجمنا أصوات العابرين والذين يعملون والسيارات والأبواب والضوضاء حتى عودتها بصوتها العذب الرخيم، لنعود ونغوص معها بأفكارها السطحية المطعمة بفلسفة خفيفة وجميلة. نازل نازل، قال أحد الركاب لينزل من العجلة، ثم صعد بدلا عنه راكب آخر يحمل كيسا كبيرا أجلسه في حضنه، لنعود مع مقدمة البرنامج وباقتها المختارة من أغاني جميلة نسمعها ونحن نشاهد المنظر، ليمر في المشهد زائرين من الماضي يتقافزون من نوافذ السيارة ويضيعون في زحمة المكان. ابتسم ابتسامة سريعة، وربما أتناسى حاجة سريعة للقاء شخص ما افتقدته منذ زمن، ولكن قبل أن ابتسم لهذا الإلهام الجميل يهتف راكب آخر نازل نازل، لازم أنزل أنا أول. أفتح له الباب وقبل أن أعود إلى مكاني وفي هذه الحركة السريعة أجده قد غاب في زحمة الناس، وأعود للجلوس. أصبح المكان مريح أكثر مع انحسار عدد الركاب، ثم يوقف الازدحام السيارة. تمر خطوط دخان خارجة من عوادم السيارات عبر النافذة، لنشاهد من خلالها تحول الهواء من حالته الشفافة إلى حالته الرمادية، لنشاهده ولنتبع طريقه، ثم ما يلبث أن يختفي مع تحرك العجلة. ثم نخرج من السيارة لنضيع بزحمة المدينة وتضيع سيارة الفولكا ضمن عالم روتيني متكرر، وكأنه خلية نحل متحركة. نترك السيارة وهي تلتقط أنفاسها وتستعد لطريق العودة لتعاود حركتها البطيئة، ولنستمر إلى مقصدنا تاركين سيارة الفولغا وجلستها التأملية لتعود وتكرر نفس رحلتها المكررة وتغوص بنفس الازدحام وبنفس عالمها الضوضائي. نترك نهر الفولغا الجميل وسيارته وشارعه وإحدى تلك الجلسات الجميلة. هذه السيارة بالنسبة لي هي شاهد على العصر، ذكرى تأبى أن تختفي لتحدثنا عن ظروف أهمها الزمن. تحياتي.